كنعيش اختي حياة عادية، كنت مزوجة، طلقت في 2007، طلقت على المشكل ديال المخدرات. راجلي ديما داخل خارج، ديما مشاكل، تيخلي لي ولاد صغار. اختي شفت عيات اختي طلقت منه. انا اصلا تنغني، عندي موهبة ديال الغناء، تنخدم في لوطيلات، تنخدم في لي ريستورون، تنخدم. خديت بنياتي اختي، مشيت كريت انا وياهم، خدامة بخير من 2007 تال دابا. جات تجاهد الوباء ديال كورونا، عندي سابقة أنا في 2007، من ثم بقيت قربت لي. هو هرب، جيت أنا للحبس، دوزت فيها 8 شهور ديال الحبس. راجلي السبب ديال الطلاق ديالي معاه، هادشي في 2007. صافي ملي خرجت أختي طلقت منه، خديت بنياتي، مشيت كريت، تنخدم في لوطيلات، تنخدم في الريستورون، تنغني، يعني عايشة بخير وعلى خير. شوية جاتني مرض، جاني لازم، جاتني ديك الضيقة الواعرة، تعرفي مع الخدمة ديال الليل وهذا، ما بقيتش قدرت نخدم. وليت كنبيع ونشري، تنجيب الحوايج من الجملة، نضرب عمار ولا من هذا، وتندير فراشة الأربعاء والسبت في الصباح بكري. بقيت خدامة سنين وأنا هكايا، حتى جا أختي هاد الوباء، جات كورونا أختي. ما لقيت، ما نكذبش عليك، وحده كتقرا في السونتر مدخله في الفندقه، وحده كتقرا في المدرسه كتقرا في السابعه. ما لقيت ما نصرف، ما لقيت ما نكذبش، شي 20 يوم باش بديت كنبيع الحشيش مخدرات، وماشي لابورت كيف يعني الزنقه، غير عيالات معينين، ربعه العيالات صحاباتي تيكميو، تنجيب واحد شويه 25 غرام تنجيبها تيكميو منها، تنبيع ليهم، كتبقى لي ديك 1000 ريال 80 درهم غير المصروف لبنياتي. ما لقيت ما نوكلهم، كتشوف ولادك كيموتوا بالجوع قدامك، اش غديري؟ لقيت ما ندير، لا فراشه، لا قيصريه، لا حاجه، كلشي حبس. جيت للحبس اختي، خليت بنياتي مع جدام، مرا كبيره هي اللي شادهم دابا، وما تيجيو عندي ما والو، وتحرمت منه. خديت عام ديال الحبس، عام ونص ديال الحبس، دز في السينة في حيد ليا 6 شهور، خلى ليا عام سنة نافذة. وندمت، ما نكذبش عليك، ندمت واحد الندم شديد، الندم ندمت، ما كانش عليا اختي نقرب لهذا الشيء، ندير أي حاجة إلا مخدرات. حياتي تبدلات، وأنا مريضة، لازم وعن عندي الضيقة الواعرة، جوج دروابز عندي اللي تندير، وعاد الفانيد، وعاد واش نقول لك، داز عليا صعيب، ما تقبلتش عام ونص في الاول، جاني انهيار عصبي، عواج ليا فمي، شوفيها يدي عواجو، يعني ما تقبلتش هذيك عام ونص، عطاني حكم قاسي. والحمد لله السجن استفدت، التكوين المهني صراحه، هذه المبادره ديال التكوين زعما كتطلعي كتهرسي شويه الروتين ديال الحبس، ديال الوقت شويه كيدوز، والحاجه الوحيده هما وليداتي ما كنشوفهمش، تحرمت من وليداتي اختي، عمري ما شفتهم، دابا 10 شهور ما شفتهمش، بقات لي شهرين دابا كيجيوش عندي. ايوا دي الحاجه اللي استفدت من الحبس، غدر بيا الزمان، لقيت راسي بوحدي، لحنين الرحيم، ما كاينش على ما تحطي الراس، ما لقيت ما ندير، كذبش عليك، ما كيجيو عندي تحد، كيزورني تحد، ما كاينش، يلا مكافيين مع الدريات، هذاك وحده في الفندقه، وحده كتقرا في المدرسه، يلا مقابلينهم غير همايا، وجدهم راه كبيره، تنقول لهم بانهم ما يتهوروش لاي سبب من الاسباب، يحاولوا ما يلتجئوش لهذا الطريق ديال المخدرات، الحاجه اللي غتجيبهم للحبس ما يديروهاش. الانسان يقنع بالله سبحانه وتعالى ويكون قانوع ويدير اي حاجه اللي قسم الله الارزاق بيد الله، الا المخدرات والا شي حاجه اللي غتجيبو للحبس. هذه نصيحه من عندي، الحريه ديال اول حاجه الحريه، كتحرمي من بزاف الحوايج،
والحاجه الدرجه الاولى هي وليداتك، كتحرمي من وليداتك. بحال دابا انا دابا 10 شهور ما شفتهمش، غير التليفون مره مره كنسول عليهم. هما اصلا النفسيه ديالهم مريضه، ملي تندوي معاهم كيبقاو غير يبكيو وانا نبكي وهما يبكيو. يعني كنقول لهم حاولوا اي حاجه يبغيو يديروا تيضربوا لها الف حساب وحساب، يحاولوا ما يتهوروش ويحاولوا ما طريقه المخدرات والطريقه طريق خايبه، طريق صعيبه، طريق فيها الاذى، كتأدي راسها وكتأدي الناس. وهذا الحاجه اللي غنقول لهم الله يعفو على الجميع.